صباح الخير وصباح النور وصباح الامل والرزق والسعي دايما يا رب الحلال، وان احنا كلنا كده يعني نحقق احلامنا، لان مفيش حاجه مستحيله. المستحيل هو اللي بيبقى في الدماغ، هو اللي بيبقى الفكر اللي بيخليك تفتكر ان انت ما بتعرفش تحقق حلمك. حلمك ممكن ان هو يتحقق، بس مهم جدا ان انت تسعى ليه. صباح الفل وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي ونهايه الاسبوع 4 اغسطس. صباح الجمال صباح الفل عليكي. وان كنت يعني ممكن اختلف معاكي بالتفصيل اللي فاتت، اتفضل يا فندم. صعب قوي تحققي احلامك في الحر والتلزيق والرطوبه العاليه اللي احنا فيها. فرهده صعب قوي، صعب قوي، صعب قوي يا كريم بصراحه. يا خبر ابيض عموما.